طبعا في هذه اللحظات كابتن احمد ايوب، مبروك يا كابتن ايوب، مباراه كبيره جدا اديتوا، مباراه كبيره جدا قدرنا ان احنا نفوز بعد كلام كتير، بعد التعادل في المباراه الاولى. طبعا الحمد لله، مباراه صعبه جدا. نفس ده ضغط، ها ضغط الفتره اللي فاتت يعني. طبعا يعني احنا في بعد مباراه القاهره قلنا حطينا نفسنا في موقف صعب، ولكن مش مستحيل، عندنا خبرات وعندنا تجارب قبل كده، باصرارنا وتركيزنا نقدر نحقق المستحيل. الحمد لله النهارده اللعيبه كانت يعني في قمه عطائها، كل الناس ما حدش بخل النهارده، بحط تحتها مليون خط، بتتاخر في النتيجه في رادس، شفت جميل عامله ازاي، بترجع الشوط الثاني بتجيب جون وبتجيب الثاني وكان ممكن تجيب الثالث، محطوط تحت ضغط طول المباراه بسبب الحكم، ولكن دي قضيه مش عاوزين نتكلم فيها. الحمد لله في النهايه انت يعني كسبت مباراة كبيرة، عديت للمرحلة اللي قبل اللي بعد كده، ولكن لسه يعني برضه عايزين نكون صراحة مع نفسنا. انت كسبت فرقة كبيرة، ولكن انت لسه ما كسبتش بطولة، هي مباراة، هو دور انت عديته، ولكن لسه البطولة مشوارها طويل وصعب. كل الفرق اللي موجودة فرق قوية وفرق صعبة، انت بس الحمد لله ان احنا عدينا المرحلة دي. بشكر اللعيبة على مجهودهم واخلاصهم وروحهم وتركيزهم واصرارهم على المكسب. في الشوط الثاني انت قلبت الموازين خالص على فرقه الترجي، الحمد لله كسبت واديت اداء كويس مرضي بالنسبه لنا الحمد لله. عملتوا ازاي مع الضغط اللي كان ما بين المباراتين؟ لا يعني انا يعني احنا متعودين على يعني الحاجات دي، يعني الحمد لله بنقدر نتعامل على المستوى الفني والمستوى البدني بشكل ممتاز مع اللعيبه الحمد لله، عشان كده ربنا بيكرمنا، بنركز بشكل كبير على الفرقه اللي بنلعبها، والحمد لله في النهايه بيكون توفيق ربنا الحمد لله. مبروك كابتن، شكرا. طبعا دي كانت كواليسنا.